والنهارده اول وصفاتنا هتكون طاجن لسان العصفور باللحمه المفرومه. نقول المقادير وبعد كده نشوف الطريقه. عندنا نص كيلو من لسان العصفور متحمر، وزي ما قلت امبارح وهنفكر بعض طول الايام اللي جايه ان انا ممكن في رمضان ان شاء الله من الحاجات اللي اقدر اخزنها، او غير رمضان كمان لو انا بشتغل وما عنديش وقت كبير، ان انا ممكن اعمل كميه من لسان العصفور احمرها وصف فيها كويس قوي من الماده الدهنيه واقسمها على اكياس واحطها في الفريزر تنفعني في اي وصفه تبقى سريعه وتوفر لي وقت ومجهود. يبقى عندنا نص كيلو لسان عصفور متحمر، عندنا نص كيلو لحمه مفرومه يفضل طبعا تكون حمراء مفرومه وش واحد بس، بصلتين مفرومين، معلقه كبيره من الثوم المفروم، جزره مبشوره، كوبايه فلفل الوان، مكعب صغير فلفل الوان مكعبات صغيره، كوبايتين من عصير الطماطم، معلقه كبيره من الصلصه، مكعب مرقه، لتر ميه مغليه، رشه سكر، كمون، رشه بهارات سبعه، ورشه قرفه باودر، وملح وفلفل اسود. تمام، دي المقادير اهي، ويلا بينا بقى علشان نشوف هننفذ الطاجن ازاي. يلا بينا، هنحط طاسه على النار وابتدي احط بقى فيها ماده دهنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، مش كتير علشان اللحمه بتنزل الدهون بتاعتها فما يبقاش الدنيا مليانه دسم عالي. هنحط البصل ونعصج اللحمه عادي جدا. اللحمه المعصجه كمان من الحاجات اللي نقدر نحتفظ بيها ونفرزها في الفريزر لفتره، برضو بتنفعنا جدا جدا في وصفات كتير قوي وفي حشوات كتير قوي، فيفضل دايما عندي في الفريزر كده كيس او كيسين من اللحمه المعصجه ينفعوني وقت زنقه. تمام، هنشوح البصل شويه، وانا بشوحه هبتدي احط له شويه من البهارات. في عندنا رشه كده من القرفه والبهارات السبعه، لما بنحط البهارات مع البصل تبتدي تتحمص وتطلع ريحتها، بتبقى ريحتها حلوه قوي. هنشوح البصل شويه وبعدين هضيف الثوم. اللحمه المعصجه العاديه خالص مش بنحط لها ثوم، بس هنا علشان انا هعمل طاجن لسان عصفور فهحط له شويه ثوم صغيرين يديله طعم ويبقى لذيذ جدا خصوصا مع الصلصه بتاعت الطماطم. هستنى بقى اشم ريحه الثوم مع البصل كده والبهارات اللي احنا حطيناها. تمام جدا، وهنبتدي نجيب اللحمه بتاعتنا. وننزل اللحمة ونعصجها بقى مع البصل والثوم والبهارات. هستنى شوية على ما احط الملح، مش هحطه دلوقتي. تمام، ونسيبها بقى كل شوية نقلبها لغاية ما اللحمة تستوي. وهنجيب قالب فرن ونحط فيه لسان العصفور. يفضل لما نحمر لسان العصفور والشعرية يكون لونهم أفتح من كده شوية، هو كده غمق مننا شوية، اللون الأفتح من ده يبقى نتيجته أحلى وشكله أحلى في الأكل. تمام كده جاهز معانا،
وهنستنى نخلص اللحمة اللي احنا بنعصجها. لما نكون هنعصج لحمة يفضل ان انا اطلب من الجزار ان هو يفرم لي اللحمة المفرومة وش واحد بس، تمام، عشان يبقى الفرم بتاعتها خشنة شوية، فيبقى شكلها حتى في الطاجن باينة واضحة، ما تبقاش كرافيت صغيرة بتبقى مش لطيفة. حاجة كمان للحمة المعصجة والكفتة العادية اللي هي غير الكفتة الشوي، يفضل اللحمة تكون حمراء علشان الاقيها لما تكون دسمة قوي بحطها على النار بتبتدي تكش وتصغر، لان اغلبها دهون، فالدهون بتنزل منها فبتبتدي تبقى كميتها اصغر ويبقى نسبة الدسم عالية قوي، ده مش مطلوب خالص، تمام. يبقى لما اكون هعصج لحمة اطلب من الجزار انه يفرمها لي وش واحد خشن، وكمان تكون اللحمة حمراء خالص. ومعنا ايمان. اهلا ايمان، ازيك؟ الو الو، ايوه، ازيك يا ايمان؟ الله يسلم، عاملة ايه؟ الحمد لله، انا مش شد معجبين حبيبي. خلاص بتبقى دخلت في السوى، لحمة مفرومة يعني مش محتاجة تقعد كتير على النار، ولو نزلت مية بنستناها لما تشربها وبعدين نرفعها من النار. هبتدي دلوقتي احط بقى ايه، الملح، تمام، ونحط الفلفل الاسود كمان كده. الملح هيبقى على قد كل الحاجة اللي عندي، على قد لسان العصفور وعلى قد الخضار اللي لسه هحطه، على قد الطماطم وعلى قد اللحمة، تمام. نحط فلفل اسود، نقلب كويس، تمام. كانت حتة بس ايه متجمدة، فكت خلاص. دلوقتي بقى هنعمل ايه، هنحط الجزر والفلفل الالوان وندي لهم تقليبة. الخضار بيرفع قيمة الطبق الغذائية، هو ده طبق متكامل فيه كل العناصر، مش محتاجين حتى لو عاملينه لوحده مش هيفرق ان احنا مش عاملين حاجة تاني معاه، فيه الخضار، فيه اللحمة، ولسان العصفور اللي هو مواد نشوية، فالدنيا هتبقى زي الفل، تمام. حلو جدا، يلا هنحط دول على لسان العصفور ونبتدي نعصج، نعمل الصلصة عشان نضيفها، تمام. بصوا الألوان شكلها عامل ازاي، حلوة قوي. يبقى كده عصجنا اللحمة، حطينا لها الملح وحطينا لها كل حاجة والفلفل، ودلوقتي بقى يلا بينا مكان ما عملنا اللحمة وفي نفس الطاسة هنزل بالطماطم المفرومة بتاعتنا أو المعصورة، ونسيبها تتسبك، مش تتسبك اللي هي تغلي غلوتين بس على النار، مش محتاجاها تتسبك قوي، تمام. ونحط معاها الصلصة، تمام. وطالما حطينا طماطم وحطينا صلصة فيفضل ان احنا نحط رشة من السكر بسيطة كده، وعندنا بقى الكمون، رشة من الكمون، مكعب المرقة، وبقية البهارات، تمام. انا مش هحط ملح عشان الملح انا ضفته كله في اللحمة والخضار، هستنى بس ده يغلي شوية وبعدين اضيف مية مغلية وانزل بيه فوق الطاجن بتاعنا وندخله بقى الفرن يستوي ويطلع معانا في منتهى الجمال. ولا اسهل ولا ابسط من كده، والنتيجة ان شاء الله في منتهى الجمال. هقلب بس لسان العصفور مع اللحمة بتاعتنا، زي ما قلنا طبق متكامل فيه خضار. ممكن على فكرة نغير الخضار خالص، لو حابين تضيفوا بسلة وجزر ينفع جدا، ممكن مكعبات من البطاطس زي ما انتوا حابين.
طيب غليت معانا الصلصه اهي، هضيف لها بقى ميه مغليه. نفك مكعب المرقه اللي احنا حاطينه. تمام. واول ما الصوص يغلي هننزل بيه فوق الطاجن بتاعنا ونغطي وندخل الفرن. فرن حامي، لازم يكون حامي سخن، تمام، علشان ما يبش مننا لسان العصفور. الو اميره. ايوه اهلا وسهلا، ازيك؟ الو اهلا حبيبتي، اخبارك ايه؟ بسم الله. لا تمام. اخبارك؟ معجبين بحضرتك حبيبتي، تسلمي لي والله، كلك ذوق. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. يا رب دايما بخير يا روح قلبي. لو سمحتي يا شيف فاطمه، انا عايزه اعرف طاجن صلصة عصفور بس من غير اللحم. زي ما عملناه بالظبط، ما تحطيش لحمه خالص، عايزه تضيفي بس خضار، ضيفيه بس يكون مسلوق، تمام، عشان مش هياخد وقت هو في الفرن. فهماني؟ زي ما عملناه بالظبط، واعملي الصلصه واعملي كل حاجه وحطي الخضار اللي انت حباه، بس اهم حاجه الخضار يبقى لو هتحطي مثلا بسله، جزر، بطاطس، يكون واخد بس تشويحه كده على نار عشان يستوي معاكي على طول. تمام ماشي. وسؤال تاني بقى لو سمحتي. اتفضلي. عايزه اعرف صوص الشوكولاته. حاضر، عينينا الاثنين هننزلهولك. يلا يا حبايب هاتوا صوص الشوكولاته. غطينا الطاجن كويس وهندخله في الفرن، هدخله بس 5 دقايق على أرضية الفرن عشان يغلي معانا بسرعة، وبعد كده هنطلعه على الرف الوسطاني يكمل التسوية بتاعته على نار هادية. يلا بينا. ولا أسهل من كده، عملنا طاجن محترم ينفع يتقدم في عزومة، ينفع يبقى وجبة متكاملة من غير أي حاجة جنبه. هنطلع بقى فاصل صغير ونرجع على طول، اوعوا تروحوا في أي حتة، مستنياكم. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وشكله تحفه جدا وريحته جميله جدا جدا ومتشرب ودنيا زي الفل، بجد في منتهى الجمال. يلا بقى ممكن نزينه بشويه بقدونس كده.